ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهيئة الدواء بتوجه رسالة عاجلة حول بعض العادات الدوائية الشائعة بعد انتشارها وتسببت في العديد من المضاعفات والأثار السلبية، ونصحت بضرورة استشارة الصيدلي لاستخدام الدواء أو قبل استخدام الدواء، فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام العلاج. ولتفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيدلة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. صباح الخير يا دكتور، منورنا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا فندم. بعض الأدوية بتكون مغلفة بغلاف بيحميها من أحماض المعدة وامتصاصها في الجسم، وبيكون ليها معدل معين وأشكال معينة، يعني كل دواء بيتاخد طبعا بطريقة معينة، فعايزين حضرتك توضح لنا العادات الخاطئة اللي الناس بتتبعها والوزارة حذرت منها أو الهيئة حذرت منها. أولا يا فندم، هو في أعراض بتبقى غير قابلة للتقسيم للأسف الشديد، تلقي حد بيجيب القرص ويقسمه، بتبقى بنسبة كبيرة جدا. في بعض الأعراض بتبقى بنسبة توزيع الدواء فيها مش متساوي، يعني عارفة حضرتك بتبقى لما نيجي نقسم القرص ونحلله يبقى في زي باودر كده 15% أو أقل من 15%، وطبعا ده في أمراض زي الضغط والكلام ده كله ممكن يعمل مشكلة. زي ما قلت لحضرتك كده، في حاجة اسمها كسوة معوية حول القرص من بره، انتيريك كوتد تابلت. الكسوة المعوية دي معمولة ليه؟ معمولة عشان خاطر تحمي المحتوى بتاع القرص لما القرص يتبلع ويعدى على الجهاز الهضمي على المعدة بالذات. في بعض الإنزيمات لو كانت موجودة بتخلي القرص يحصل له مشاكل كبيرة جدا في الجهاز الهضمي، ما يوصلش للجزء اللي احنا عايزين يحصل له امتصاص فيه. بمعنى ايه؟ القرص ده مصمم على اساس يحصل له امتصاص في الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة مثلا يعني، فلازم يعدي ويبقى محمي من الإنزيمات الموجودة في المعدة حتى وصوله للاثنى عشر. طب لو انا كسرته يبقى انا افقدت الخاصيه الحمايه بتاعته وبكده فقدت فعاليته. في بعض الاغراض بتبقى مقسمه ويبقى اغراض قابله للتقسيم وممكن تتقسم، لكن في بعض الاغراض الثانيه، ودي طبعا دور الصيدلي يوضح للعميل، في بعض الاغراض الثانيه بتبقى سكورد يعني مقسمه وقابله للتقسيم، بتبقى عشان خاطر سهوله بلعها. فبالتالي حاجه مثلا اقول لك على حاجه شهيره جدا الناس بتاخدها، مثلا اكياس بودره فيها من جوه بتتحط في الميه وبتدوب عشان خاطر الوجع الاسنان او الالام. متأكد مشهور جدا يعني، متأكد مشهور وحاجات كتير منه. للاسف في بعض الاشخاص يقول لك انا اخده ومضمض بيه. هو لا يا فندم، هو بتاخده تدوبه في الميه وتشربه. للاسف شد في بعض الاخطاء او بعض العادات، زي مثلا حد كان يجيب زمان الاسبرين ويحطه على مكان الالم في بيجيب نتيجه بشكل، لكن ممكن يعمل تقرحات في الفم. فبالتالي كل حاجه لها استخدام طب معين. طيب نتكلم بقى على التفاعلات بتاعت الادويه او اخذ الدواء قبل او بعد الاكل. في بعض مثلا يعني اقول لحضرتك على حاجات شائعه جدا، مضادات حيويه زي السيبروفلوكسيسين وست مايكل مثلا، دي ممنوع تتاخد مع لبن، مضاد حيوي شائع جدا. طب لو خده انسان ممنوع حتى يتعرض للشمس، ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل حساسيه من الضوء ويعمل مشكله كبيره للمرضى. تتراسايكلين ممنوع برضه مع الكالسيوم واللبن، سيبروفلوكسين برضه ممنوع مع الفيتامينات اللي فيها كالسيوم وفيها ميتالزول، حاجه زي كده. طب احنا بقى بنعمل ايه بقى في الجمهور المصري؟ عنده مثلا خمس ست اصناف في وجبه واحده مثلا بعد الاكل او قبل الاكل، بياخدهم كلهم مع بعض. ده لدرجه حضرتك ان في بعض الادويه لما بتتاخد مع بعض ممكن تطول فتره عمر الدواء في الجسم او تقلله. بمعنى ايه؟ حضرتك بتاخد دواء مع دواء. صحيح. الدواء ده لما بتاخده بيشتغل في الجسم بطريقه معينه، بيحصل له خروج من الجسم عن طريق بعض الانزيمات. صحيح. لو انا زودت الانزيمات اللي بتتسبب في خروج الدواء ففتره نصف العمر بتاعت الدواء ايه؟ بتقل، فبيطلع بسرعه فبيجيبش نتيجه. صحيح. طب انا لو قللت الانزيم اللي بيخلي الدواء يخرج من الجسم فبالتالي عمر الدواء في الجسم بيزيد، فممكن يعمل كومبليكيشنز واثار جانبيه للدواء. صحيح. خاصه في بعض الامراض المزمنه. دكتور محفوظ، عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك عارف طبعا ان احنا كلنا بنكتب دواء ممتازين، يعني اي حد تساله على اي طبعًا حاجه احنا طبعًا في الحته دي شطار يعني، وبعدين في ناس خدت الدواء وخفت، يعني الموضوع سهل. وطبعا يعني تصديقا وتاكيدا لكلام حضرتك، اشهر انواع الادويه اللي جميله مجموعه البرد 10 12 قرص ولا 7 8 اقراص محطوطين كده في كيس مع بعض، بيتاخدوا
يتاخدوا كلهم مره واحده. ما اعرفش اللي بيتم بعد كده، يا اما المريض تقريبا بيموت، يا اما بعد كده بيحصل له حاجه مضاعفات بتنقل المستشفى. هو تعليق حضرتك على فكره ان انا ابتدي اتعامل مع الدواء بطريقه فيها نوع من انواع الاستهتار، او اتعامل بطريقه فكره ان فلان خد وخف، يعني كان الموضوع شائع للجميع. تمام. تعليق حضرتك يا دكتور. بص يا فندم، هو مجموعه البلد الحمد لله صيدلات مصر عن طريق الجمهوريه على مدى اخر كام سنه بذلت مجهود خرافي انها تحاول تخرج فكره مجموعه البلد من ثقافه الشعب المصري. صحيح. موجود لغايه دلوقتي في بعض الاماكن، المناطق الشعبيه ومناطق الارياف، لكن مجموعه البرد دي تحديثها مش موجوده في اي حته في العالم غير في مصر. ولا ليس لها اي اساس علمي، بيبقى فيها مضاد حيوي للاسف الشديد، وده طبعا بيدمر جهاز المناعه زي ما اتكلم كده، وبيخلي مقاومه البكتيريا للمضاد الحيوي بتزيد، وبيعمل مشكله كبيره جدا. عشان كده احنا بنقول ايه، حتى نفس فكره الحقنه الثلاثه في واحد، يا جماعه ممكن حضرتك بتعاني من نفس الاعراض بتاعت حد تاني، لكن المرض او الاصل بتاع الاعراض دي يختلف شكلا ومضمونا عن هذا. صحيح. الشخص اللي ده خبرته. احنا ينقصنا الثقافه الدوائيه، ينقصنا ان احنا نثق في مقدم الخدمه الطبيه، ينقصنا ان احنا نحاول نحترم الدواء ونحترم الامراض، ونعرف حاجه مهمه جدا، المتغيرات اللي حصلت بعد كورونا اعتقد الشعب المصري كله شايفها وعارفها، خاصه بقى اتكلمنا في الماتش الاسبوع اللي فات عن موضوع التحسس ومشاكله وغيره. صحيح. فبالتالي احنا محتاجين نتعامل بحرص مع الادويه، نتعامل بحرص مع تخزين الدواء، نتعامل بحرص مع الجرعات. عارف حضرتك بره لما يجي حد طبيب في امريكا او غيره يصرف روشتة، الصيدلي بيصرف روشتة بيتاكد من كام حاجه، اسم الطبيب، اسم المريض، الجرعات، اسم الدواء، التايمز بتاعته، يعني الدواء تاخد كل قد ايه، كل حاجه من دول قصه لوحدها، لو اي اختلاف فيهم تاثر على كفاءه الدواء وتاثر على مخرجات الصحه، خاصه في الامراض المزمنه زي الضغط والسكر وغيره. عشان كده لازم الناس تتاكد من حاجه مهمه جدا جدا جدا، حضرتك مش عارف الدواء تستخدم ازاي، ارجع على الصيدلي، جرعاته، هل انا عندي، انا اتمنى ان في مصر يعملوا منصه الكترونيه ويعملوا، عارف حضرتك مايك الاي دي، حضرتك ماشي بالبطاقه. صحيح. الكارت ممغنط كده يتحط في اي مكان في صيدليه عند مقدم الخدمه الصحيه، يجيب لي الهيستوري بتاع المريض. حلو قوي. لو عملنا الفكره دي اعتقد ان الطبيب ومقدم الخدمه الصحيه، لما انا طبعا حضرتك بتروح الصيدليه بالذات المناطق الشعبيه وغيره، تاخد ايه يا استاذ يا مدام يا فندم، مش فاكر، انا باخد دواء جلطه، العلبه اللي لونها اخضر يا دكتور اللي انا باخدها على طول. طبعا انا بقعد اتوقع، وقد يكون توقع بتاعي خطا. صحيح. فبالتالي انا لو عندي هيستوري اي دي عن المريض، انفورميشن عن المريض، تقول لي الدواء بياخد ايه وخد ايه قبل كده ووقف ايه، على فكره الكلام ده موجود بره، عشان كده تلقى بره مخرجات الصحه على افضل ما يكون. انا نفسي حتى لو كل واحد يعمل كارت لنفسه على الاقل حتى يدوي دلوقتي. Yeah. لو راح اي حته يكتب كارت لنفسه ويروح للطبيب او مقدم الخدمه الصحيه، انا عندي المرض الفلاني وبعاني من كذا، هتفرق كتير جدا 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 جدا. ليه بقى؟ لان حضرتك ممكن تروح لطبيب يكتب لك نفس الدواء الموجود عندك في البيت بس شركه ثانيه. صحيح. وحضرتك تستمر في اخذ الدواء الموجود في البيت كمان، انا ما بتكلمش على الكلفه الاقتصاديه لوحدها دلوقتي، لان ممكن تستمر انك تاخد دواء موجود في البيت كمان، وعلى فكره حصل مشاكل كبيره جدا بسبب الموضوع ده. خدت جرعه مرتين. وحصل بعض، طبعا احنا من خلال في الصيدليات بنشوف بقى مشاكل كثيره جدا، لو واحد بياخد مسكنات من طبيب هنا وطبيب هناك، وكشف في القاهره وكشف في السوهاج وكشف فتلقى عنده بياخد خمس ست مسكنات نتيجه الكلام ده يا استاذ مايكل، فشل كلوي على مدى كام سنه. مشاكل كبيره جدا احنا محتاجين نركز شويه فيها، ومحتاجين ان احنا نقول يا جماعه احنا محتاجين نغير الثقافه الدوائيه للشعب المصري والجمهور المصري. ارجوكم من خلال برنامج حضرتك، المجموعه البرد خطا قاتل، تقسيم القرص بسكينه او موس او اله او ايا كان في البيت خطا قاتل، وحان بيبقى مشكله كبيره جدا، خاصه ناس بتعود على كده، ان حضرتك لو عايز الجرعه الصغيره موجوده في قرص لوحده. صحيح. انت عايز والا كنا قلنا خلاص هنقسم قرص 250 300 وكل واحد ياخد ال 250 بلاش بقى ال 250 يسجل. فالحاجات دي مهمه جدا، لان الجرعه مهمه جدا في نجاح المنظومه الطبيه بشكل عام. مظبوط. كمان يا دكتور في بعض العادات بتكون خاطئه ايضا، الناس بتستخدم المضادات الحيويه زي ما حضرتك قلت من غير حساب، او هم بيوصفوها لنفسهم، يعني بيروح خلاص تعب فانا هاخد مضاد حيوي. بعض الناس كمان بتاخد الدواء بالشاي، بالبيبسي، بالسبرايت، يعني بانواع المياه الغازيه.
في ناس بتاخد الدواء من غير ميه اصلا، فعايزين نعرف تعليق حضرتك. لا طبعا الكلام ده كله يا فندم ممارسات خطا. يعني لان انا في بعض انواع مثلا زي الايزومبرازول ادويه الحموضه بشكل عام لازم تتخذ في وسط حامضي. لو انا خدتها مع ادويه معينه او مع بيبس او مشروبات غازيه ممكن تاثر، وممكن تاثر على امتصاص الدواء بيعمل مشكله كبيره جدا. بالنسبه للمضادات الحيويه حضرتك، الناس بره في منظمه الصحه العالميه لما يجي يدرسوا الموضوع، عايز اقول لك جابوا الموضوع من اول النباتات اللي بتحط لها مضادات حيويه لانها بتاثر. هتقول لي طب ايه دخل النباتات بالانسان؟ بلاش الحيوانات الحضرتك، اللحوم اللي بتاكليها. بعض المزارع بده مضادات حيويه عمال على بطال، بتاثر على صحتك انت وكفاءه الجهاز المناعي عندك وتخلي مقاومه البكتيريا عندك تزيد. الله طب انا ايه علاقتي بالقصه كانسان؟ لا يا فندم، حضرتك بيحصل امتصاص لهذه المضادات الحيويه في اللحوم او النباتات، وحضرتك بتتناول هذه المنتجات وبتنقل الخاصيه السلبيه اللي نقلها كثره وسوء استخدام المضاد الحيوي لجسمك. عشان كده شوف يا فندم، ناس بره بتبحث في الامر وبتدور في الامر من المنبع. احنا في مصر هنا للاسف الشديد، عايز اقول لك الحاجه في مايكي استاذ رينيه، انت عارف ممكن حضرتك تاخد مضاد حيوي عمال على بطال، صحيح، دمر جهاز المناعة عندك، خلى مقاومه البكتيريا تزيد. الشخص اللي مالكش علاقه بيه اتاثر، هو ما خدش مضاد حيوي خالص بس هو مقاومه البكتيريا عنده زادت. ليه؟ لان هو بيصاب بنفس البكتيريا اللي حضرتك بتنقلها له على مدى بعيد. فبالتالي الموضوع مسؤوليه كبيره جدا. على فكره الموضوع يعني قدام العالم كله معروف ان مصر اكتر دوله في العالم تاخد مضادات حيويه عمال على بطال، صحيح. عشان كده في طبعا تنظيم دلوقتي في وزاره الصحه ان هو يطلع قرار بصرف المضاد الحيوي بالروشته فقط، وفي اجراءات تنظيميه للطبيب اللي بيكتب المضاد الحيوي، يعني بقى في رقابه صارمه على مقدم الخدمه الطبيه اللي بيكتب المضاد الحيوي عمال على بطال. طفل صغير جاي لك سخن تديله بقى جنريشن عاليه؟ لا حضرتك، ممكن توصل لدرجه صاحب الرخصه منك، ونتمنى ذلك، نتمنى صحيح. يكون رقابه صارمه على صرف المضاد الحيوي بشكل عام. تصديقا لكلام حضرتك، انا يعني كانت معايا تجربه في الولايات المتحده الامريكيه، كنت تعبان طبعا، اكتشفت اني ما ينفعش اخد اي دواء غير الدواء اللي اوريدي موجود على الشلف، سواء كان فيتامين او الحاجات الجام اللي بتتاكل دي، لكن اي دواء تاني محتاج اروح لدكتور. عايز اقول لحضرتك يا دكتور، ثقافه ان انا لما الدكتور كاتب لي على مضاد حيوي لمده 5 ايام او مده 7 ايام، ايه فكره ان انا اروح اشتري علبه دواء كامله اخد منها الـ5 اقراص وبعد كده تترمي، او احطها في الثلاجه، او احطها في، انت عارف حضرتك احنا عندنا كشك صغير في البيت كده بنرمي فيه اي دواء، ويا عالم بقى موجود من السنه اللي فاتت او اللي قبلها. ثقافه التعامل مع الدواء، فكره ان انا بجيب دواء بكميات، لا اجيب علبتين، اجيب علبتين تعمل بهم ايه؟ ما ده ليه وقت برضو. كمان ثقافه اصلا هقرا البامفلت اللي موجود مع الدواء، خلاص هو لو قرا البامفلت هيعرف بقى السايد افكت، بقى هيعرف كل حاجه، خلاص هو يبتدي بقى يشخص لنفسه، ويبتدي بقى يشخص للجيران كمان. تعليق حضرتك يا دكتور. بص يا فندم، عارف حضرتك في ازمه كورونا بره عملوا ايه الدول الاوروبيه؟ كان طبعا الامبيشن الهوسبيتال المرضى لما كنا موجودين في المستشفى، احنا في مصر كنا الحمد لله بنصرف الجرعه كامله باليوم واثنين والثلاث والاربعه، صحيح. كان بيدوه في بره، كان بيديله الجرعه يوم بيوم. لان انت كنت في امس الحاجه ان ترشد استهلاك الدواء، على فكره ده جزء اقتصادي. انا في مصر لما بكتب جرعه الطبيب يلتزم مضاد حيوي مثلا كبسوله كل 8 ساعات لمده اسبوع. فكره المده بتاعت الدواء واخدانه دي ليها مرجعيه علميه، يعني في دواء حضرتك بتاخده مره واحده في اليوم مثلا زي الازيثرومايسين الماده الفعاله، في مثلا حاجه بتاخد كل 6 ساعات كل 8 ساعات، دي حسب فتره نصف العمر بتاعت الدواء موجوده في الجسم، صحيح، وحسب الميكروب وبتشتغل قد ايه وحسب شده الحاله، فبالتالي حسب عمر المريض في كذا حاجه، حتى طبعا الوزن وشده الحاله، صحيح. كل ده ايتمز بتبقى محطوطه وليها كده بره مقاييس عالميه، بس احنا في مصر الحمد لله ضربنا بيها عرض الحائط وبنعمل اللي احنا عايزينه يعني. لكن احنا بنتكلم على مفيش حاجه اسمها دواء تاخده وتخزنه في البيت، يعني الكلام ده طبعا غير مظبوط، لان انت ممكن تتسبب ان الدواء ده حد ياخده في البيت بطريقه خاطئه، ممكن حد ياخده مع ادويه تانية يتسبب في تفاعلات دوائيه وتعمل مشاكل كبيره جدا. حضرتك التزم بالجرعه المكتوبه المضاد الحيوي، ممكن حضرتك بعد ما تاخده ب3 ايام تخف، لكن جرعته الرئيسيه لازم تبقى 5 ايام، حتى صحيح. لو خفت لازم تكمل 5 ايام. في كمان جرعات من الدواء يا دكتور بتكون لو زادت عن حدها بتبقى جرعه سامه. طبعا يا فندم، في حاجه اسمها نارو ثيرابيوتيك دوز، ودي بتبقى حاجه بنقول الفرق ما بين الجرعه الصغيره والجرعه الكبيره. أيوة. في بعض الادويه لو جرعتها وكانت صغيره وزادت ممكن تبقى قاتله وتعمل سميه، زي مثلا سيوفيلين، حاجه كده مشهوره قوي للتنفس، لو زاد عن حد معين يعمل مشاكل كبيره جدا جدا جدا. عشان كده بنقول يا جماعه
فكره الدوز الجرعه لازم تلتزم بيها بالمل زي ما مكتوبه بالظبط والفتره اللي هي مكتوبه فيها في الروشتة. لكن فكره ان انا اروح اصل بنت خالتي اصل بنت عمتي اصل واحده احفادي مثلا بيجي لنا في الصيدليه تلاقي واحده جايب لي واحد معاه او حد ست جايبه واحد واحده معاها قريبتها هات يا دكتور ده الفلاني هي شخصتها هي جايبه هي طبعا جايبه المريضه معاها مشخصاها نفس الاعراض اللي عندي وحصل مشاكل كبيره جدا قبل كده احنا بننصح وبنقول واحنا بنمتنع عن صرف الدواء لو عايز حضرتك تروح تكشف روحك شفي لكن احنا بنقول احنا محتاجين ان الشعب المصري يتعامل مع الدواء بحرص الدواء في بعض الاحيان قد يتحول الى سم عشان كده مطلوب جدا 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 تغيير ثقافه الشعب المصري في التعامل مع الدواء وعدم الاستهتار. دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيدلة احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. بنشكرك يا دكتور على معلوماتك القيمة جدا وياريت الناس تلتزم بالتعامل وثقافة التعامل مع الدواء لان ده موضوع بمنتهى البساطة بيخص الحياة حياة او موت.